النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. في المستهل ارتفعت أسعار النفط في تداولاتها المبكرة الاثنين معوضة نصف خسائرها التي منيت بها في جلسة الجمعة الفارط، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برانت بأكثر من 3.5 دولار بزيادة قدرها 4% لتلامس 76 دولار للبرميل بعد تراجعها بنحو 10 دولارات الجمعة الماضي، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 3 دولارات ليصل إلى 71 دولار للبرميل بعد أن تراجع بنحو 11 دولار في الجلسة السابقة. هذا وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول تأجيل اجتماعين فنيين كان من المقرر عقدهما هذا الأسبوع لإعطاء اللجان المزيد من الوقت لتقييم أثر انتشار سلالة كوفيد الجديدة. ونقلت وكالة بلومبرغ أن المنظمة ستؤجل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة ليوم الأربعاء على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلين عن أوبك بلس الأوسع نطاقا لمنتجي النفط الخميس المقبل. توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفاض أسعار الوقود قريبا في أعقاب شروع الولايات المتحدة الأمريكية في سحب جزء من احتياطاتها الاستراتيجية. بايدن في تغريدة نشرها عبر منصة تويتر أكد أن إطلاق الاحتياطي الاستراتيجي سيخفف ضغوط الأسعار، متعهدا أن الأمريكيين سيشعرون بانخفاض أسعار الوقود قبل وقت ليس بالبعيد على حد تعبيره. في شأن طاقوي آخر، أعلن مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط عن محاولة طهران استعادة الطاقة الإنتاجية للجمهورية الإسلامية من النفط في مرحلة ما قبل العقوبات الأمريكية. المسؤول الإيراني ذكر أن بلاده تسعى لبلوغ مستوى 5 ملايين برميل نفط يوميا، على أن تصل الطاقة الإنتاجية من الغاز إلى 1.5 مليار متر مكعب يوميا خلال السنوات العشر القادمة. اهتزت أسواق السلع والأسهم على موجة انهيار حاد للتداولات إثر المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي وتراجع الأسواق المالية. تراجعت أسعار سلة الغذاء لأدنى مستوى لها منذ جويليا الماضي، في حين تعقد السلالة الجديدة جهود البنوك المركزية لإيقاف سياسة التسيير النقدي. في نهاية نفق طويل وبائي ومؤلم اجتماعي دام عامين من الركود الاقتصادي، أسواق المال والأعمال عبر المعمورة تتفاجأ بسلالة أوميكرون الجنوب أفريقية، عاصفة بتداولات أسعار المواد الأولية بانخفاض أسعار سلة المعادن ب3% في جلسة واحدة. في المقابل فقدت أسعار الغذاء نحو 3% ونصف نقطة مئوية، متراجعة لأدنى مستوى لها منذ جويليا الماضية. انحدار شكلت السلع الصناعية أكبر الخاسرين فيه بفعل تراجع الطلب عليها بتفاقم مخاوف تقطع سلاسل الإمداد، في وقت بددت السلالة الجديدة جميع مكاسب تعافي الطلب على النفط. انخفاض حاد وشامل دفع بالكثير من المستثمرين ومنصات التداول لعمليات بيع مكثفة في البورصات العالمية، في تحركات شملت حتى التخلي عن الذهب بوصفه أكثر الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. تأثير الجائحة الجديدة القديمة على الأسواق امتد لخلط أوراق السياسيات النقدية في كبرى الاقتصاديات العالمية، بتزايد الشكوك حول تأجيل محتمل لإيقاف نهج التيسير النقدي الذي تبناه الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي إبان فترة الجائحة، وما يترتب عن ذلك من تأجيل قرارات رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد عالمي ولدى المجموعة الاقتصادية الأوروبية الموحدة. من جهتها تراجعت البورصات الخليجية بشكل حاد في مستهل تعاملات الأحد، متأثرة بعمليات بيع طالت معظم الأسهم
خوفا من تداعيات سلالة أوميكرون المتحورة، وهبط المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 5.9% متصدرا تراجعات الأسواق الخليجية، تلاها سوق دبي المالي الذي نزل بنحو 4.8%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي الأوراق المالية بنحو 3%. قدرت منظمة السياحة العالمية خسائر السياحة خلال العام الجاري من جائحة فيروس كورونا بنحو تريليون دولار، ما يعادل الخسائر المسجلة في السنة الماضية. المنظمة التابعة للأمم المتحدة وصفت تعافي القطاع السياحي عبر المعمورة بالبطيء والهش، في وقت تكافح أوروبا بزيادة في الإصابات بالفيروس ويواجه العالم متحورا جديدا. المنظمة التي تتخذ من مدريد مقرا لها امتنعت إعطاء تقديراتها كيفية الأداء للقطاع في العام المقبل، غير أنها اعتبرت أن توقعاتها على المدى المتوسط غير مشجعة. في شأن اقتصادي آخر، انتعشت الأمطار الغزيرة المتساقطة في مناطق واسعة من شمالي الجزائر أمال الكثير من الفلاحين في تسجيل موسم فلاحي ناجح. يعول المزارعون العاملون في شعبتي الحبوب والخضروات على الغيث لتدارك ما فاتهم لإنقاذ محاصيلهم خلال الموسم الفلاحي الحالي. 3 أسابيع متتالية من التساقطات المطرية كانت كافية لإنعاش آمال أكثر من 2 مليون فلاح بالجزائر في تسجيل موسم فلاحي وفير، ويحدث القطيعة مع 3 سنوات من العجاف. أمطار غزيرة مرفوقة بتساقط كميات معتبرة من الثلوج على المرتفعات الشرقية والوسطى للبلاد، تزامنت مع حملة الحرث والبذر، ما من شأنه تحفيز الفلاحين على الزرع تحسبا لحملة الحصاد والدرس ماي المقبل. الكميات المتساقطة دون انقطاع يأمل القائمون على القطاع الفلاحي في البلاد على أن تدفع بالفلاحين المتأخرين في حرث أراضيهم للحاق بالموسم الزراعي. بعد تسجيل خسائر معتبرة في الموسم الماضي جراء تراجع المساحات المزروعة نتيجة الشح المالي وانخفاض معدل المردودية بالنصف في الهكتار الواحد، وستكون شعبة الحبوب أكثر الفروع الفلاحية استفادة من التساقطات المطرية، خاصة وأنها مست مناطق تشكل أحواضا كبرى ورئيسية في إنتاج القمح، القوت الأول للجزائريين. وإذا كانت أمطار نوفمبر فأل خير وجرعة أكسجين بالنسبة لمنتجي الحبوب، إذ تعطيهم فرصة ثانية لبعث محاصيل القمح، فإنها أدخلت الفلاحين في شعبة الخضار والفواكه في سباق مع عقارب الزمن، بالنظر إلى اعتمادهم على الزراعة الموسمية الآنية. ولإثراء النقاش أرحب بضيفي هنا في البلاتو الخبير الفلاحي ومستشار التصدير الأستاذ عيسى منصور. مرحبا بك، صباح الخير أستاذ عيسى. صباح الخير. ربما سؤال كلاسيكي دائما نتحدث عنه، هل ستنقذ الأمطار الأخيرة التي تساقطت في الجزائر الموسم الفلاحي أستاذ عيسى؟ نعم، على كل حال هناك بوادر خير يعني في هذا السنة، هذه بداية موسم جيد بالنسبة لتساقط الأمطار، حتى وإن يعني من المبكر جدا باش نستطيع ان نحكم على الموسم، يعني هل سيكون فيه يعني جفاف او يكون فيه يعني امطار يعني معتبره، ولكن البوادر نعم البوادر يعني بشرة خير كما يقول، ان في الامطار الخريفيه هذه يعني كانت كميه معتبره، وإن شاء الله إذا كان تم الموسم يعني هكذا يعني إن شاء الله سيكون فيه موسم فلاحي ناجح جدا يعني. تقنيا أستاذ عيسى منصور، عندما نتحدث عن الجانب التقني عن أمطار الخريف وأمطار الشتاء، ربما كيف تنعكس فعلا على المنتوجات الفلاحية وعلى المنتوجات الموسمية بدرجة الأولى؟ نعم. أستاذ عيسى منصور، نعم شوف، احنا عندما نتكلم عن الأمطار فنحن دائما غالبا يعني ما يعني نخص الحبوب خاصة، لأن الشعب الأخرى من المفروض أنها تستفيد من السقي،
فنحن إلا الحبوب التي يعني اللي هي يعني منتوجات ومحاصيل مطرية نقدر نقول تقريبا 90%. هناك يعني وين نديروا يعني كيفاش الري التكميلي هذاك، ولكن ماهوش معمم. يعني عندما نتوجس يعني من الجفاف فإننا نتوجس من نقص إنتاج الحبوب، لأن الشعب الأخرى كما قلت لك فهما يعني يستفيدون يعني من الأمطار. نعم المشكل هو في الحبوب، ولكن من المفروض يعني أن يعني ما يكونش عندنا هذا المشكل يعني، ولازم يعني نقوم يعني ب ب ب بكيفاش نقولوا حتى بالحبوب. لماذا لا نقوم يعني بسقي الحبوب يعني في اوقات ما يعني كيكون نقص في لكن نقص في الامطار، يعني حتى لا نتفاجئ يعني في اخر الموسم بيعني انتاج يعني ضعيف. ولكن الانتاج ضعيف الذي سيقودنا حتما الى ارتفاع فاتوره يعني الاستيراد. ارتفاع فاتوره الاستيراد دائما. تقرير الأخير حول الجفاف في شمال إفريقيا ربما حذر من مسألة شح الأمطار في العديد من الدول في شمال إفريقيا. الأستاذ عيسى منصور، عندما نتحدث الآن عن شح الأمطار في المقابل ندرك أن الحبوب هي تعتمد هي الحبوب المطرية، نتكلم عن فترات التساقط، هي فترات مهمة الأستاذ عيسى، تقنيا ندرك حجم أهمية الأمطار في هذه الفترة. كيف نحمي هذه الشعب الأستاذ عيسى منصور من الجوانب التقنية، من جوانب أن حتى نحصل على مردوديات أكبر في الهكتار؟ يعني لما نتحدث الآن، السنة الماضية كان بعض الفلاحين يشتكوا أن جل أو معظم السنابل كانت فارغة، يعني حبات القمح قليلة في السنبلة الواحدة، حتى طول السنابل كان قليل وتراجع مقارنة بالمتوسط المعروف على السنابل الحبوب في الجزائر. نعم شوف، بالنسبة لتساقط الأمطار الأهمية تاعها خاصة بالنسبة للفلاحة الموسم الفلاحي يعني ماهيش في كثرتها أو في تساقطات كثيرة جدا، ولكن نعم عندما تكون يعني لا ريبارتيسيون كيفاش نقولوا الانتشار تاعها يعني الموسمي ماهوش ولا بد يعني قادر ما تستفيدش منه في حتى وتكون يعني الكميات معتبرة. التوزيع تاعها اللي يكون في خلال المواسم هو اللي يمد يعني الطفرة النوعية بالنسبة للفلاحة. نعم خاطرش إذا كان تهاطلت يعني كمية كثيرة من الأمطار في وقت وين ما تسحقهاش الفلاحة يعني، فهذا ما هي الأمطار على كل حال هي راهي بالفائدة تعود علينا بالفائدة يعني ماشي، ولكن كنا نهضروا على الفلاحة. حتى شوف الأخ وليد، نعم عندما نتحدث عن الجفاف نحن دائما نتحدث عن الجفاف بصفة عامة، ولكن لا. هناك أنواع من الجفاف. هناك الجفاف الفلاحي. الجفاف الفلاحي هو قادر يكون فيه تساقط أمطار يعني بكميات معتبرة، ولكن التوزيع تاعها ما يكونش يعني جيد. إذا كان التوزيع تاعها مش جيد قادر ينطبق. طيب كيف نستغل مسألة توزيع المياه؟ لا ما تقدرش. لا هذه الإشكال نعم يطرح الآن يطرح حول مسألة أنه لابد أن نستغل تساقطات الأمطار بطريقة أمثل. نعم شوف هنا بالموضوع عندما يكون تساقط كبير نعم ولا نستغل أمطار مشكلة آخر. تساقط الأمطار وتوزيعها لا نستطيع أن نتحكم فيه دائما يقعد الموسم يعني. نعم احنا عندما يتساقط تحدث عن الجانب الجداوي للسوق. نعم في المناطق. لا ذاك شيء آخر في المناطق نعم أهمية. لا شوف لكي تمتلئ السدود والأنهار والوديان وذا لازم يكون تساقط كبير مستمر للأمطار. نعم بالنسبة لي 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 قلنا الحبوب. نعم إذا كان تساقط الأمطار في فصل الخريف يعني عند البذر يكون تساقط كميات جيدة وتزيد تكمل عليها كما نقولوا حنايا في اوقات يعني الربيع مارس افريل يعني وتكون تساقط لكميات يعني معتبره، فنستطيع ان نقول ان الموسم الفلاحي يكون جيد. ولكن اذا كان يعني اكتفينا وكان الموسم الفلاحي جيد في البدايه ولا كان ما كانش امطار في شهر يعني فيفري مارس افريل، نعم هنا تكون يعني نظن يكون فيها خلل يعني، وخاصه في الحبوب، لان كما قلت لك ان الشعب الاخرى وخاصه في المناطق الداخليه يعني تستفيد من السقي، تستفيد من السقي يعني 100% يعني. نعم شعبة الأهم هي شعبة الحبوب أستاذ. لا طبعا هي الشعبة الاستراتيجية بما أننا حققنا الاكتفاء طبعاً في الخضر والفاكهة، لكن الحبوب بالدرجة الأولى أستاذ عيسى. لا كيف ربما أتساءل هنا وأنت متواجد في الميدان حول
شعبة الحبوب في الجزائر. نتحدث دائما عن القمح الصلب، لكن القمح اللين لا ننتج كميات كبيرة. أستاذ عيسى منصور، ربما كيف نستطيع دعم الإنتاج في الجزائر، رغم أن الجزائر كانت في الماضي قريب تمتلك أفضل وأجود أنواع شتلات الحبوب في متواجدة في 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 قالما، في وادزناتي، في تاملوكا، في سطيف، في البرج. كانت هناك ربما شتلات متميزة بها الجزائر، من البشير، القمح البليوني، إلى العديد من الشتلات. ربما ألا تعتقد أنه تقنيا لابد إعادة النظر في مسألة الحبوب الدرجة الأولى والشتلات الحبوب التي كانت تتميز بها الجزائر لحمايتها كذلك ولإعادة تعميمها؟ مش من المعقول كذلك أنه نغض البصر على مسألة الشتلات الحبوب في الدرجة. نعم، شوف بالنسبة للقمح، احنا المشكلة عندنا في القمح اللين. نعم، نحن ننتج القليل جدا ونستهلك الكثير جدا. هذا هو المشكلة، يعني النمط الغذائي تاعنا هو اللي جعلنا أننا يعني الكميات اللي ننتجوها، الكميات القليلة جدا التي ننتجوها ما تكفيناش، ولهذا فنحن نستورد أكثر من 60 إلى 70% يعني من احتياجاتنا السنوية. شوف المشكل الرسمي اللي يعطوهنا يعني مختلف المسؤولين، هو يقول أن يعني يتم استعمال يعني هناك أصناف يعني غير ملائمة للمناخ، ولكن أنا أظن أن هذه الأعداد هذه تجاوزها الزمن. يعني أنا أظن يعني لأن ما المانع من استنباط يعني أصناف لتوالم إذا كان ما كانش ما المانع مع المناخ. نعم، إحنا عندنا معهد تقنية، عندنا معهد البحث، أين المانع يعني أين المانع؟ هذا هو الإشكال. لأن إذا كان مع الاستثمار في هذا الجانب أستاذ عيسى منصور والاهتمام أكثر بهذا الجانب التقني المهم في إنتاج الحبوب أستاذ عيسى. لا شوف، أنا نقول لك أن في عندما تم يعني تطبيق مخطط الوطني للتنمية الفلاحية في عشريتين سابقتين في مدة 20 سنة، لم نعطي الاهتمام الكافي لتطوير الحبوب. لقد دعمنا كل الشعب، الشعب اللي رانا نقول بلي رانا حققنا فيها يعني نسبيا اكتفاء ذاتي، نسبيا يعني هذيك 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 لما حتى شوف نقدر نلزم لك ان الخضروات اللي رانا حاليا يعني ننتجوا يعني تقريبا يعني نكفوا السوق، يعني لم تحظى ايضا بالدعم كيفاش يقولوا الدعم الكافي. والحبوب هذيك يعني كما نقولوا ما نهضروش، يعني هي من بين الشعب التي لم تتحصل على الدعم الكافي لتطويرها. يعني كيف ننقذها ربما أستاذ عيسى منصور؟ كيف ننقذ شعبة الحبوب بالدرجة الأولى؟ الجزائر كانت معروفة بإنتاج الحبوب لكن تراجع الإنتاج، وكذلك كيف وما هي الحلول التي لابد أن نقدمها في هذا في هذه الشعبة أستاذ عيسى منصور؟ لازم أننا ننظر إلى هذه الشعبة على أنها شعبة استراتيجية. نعم، ولازم يعني كيفاش نقولوا هي شعبة تحقيق الأمن الغذائي. طبعا شوف برك يعني في جائحة كورونا هذه يعني المشاكل اللي اندارت في الأسواق، حتى الأسعار الأسواق. نعم نعم، ولهذا فنحن نتحدث عن الاكتفاء الذاتي، لأن الاكتفاء الذاتي ما يقدرش يكون في جميع المواد. احنا نحكي على السيادة الغذائية، السيادة الغذائية بالنسبة للجزائر هي الإنتاج الكميات الكافية من القمح والحليب. هذو هما، لأن إذا كان فيه نقص في نعم طبعا احنا نرتكز يعني الغذاء يعني يرتكز على هاته المادتين. ولهذا من المفروض أننا نوجه كل جهودنا ويعني وندعم هذه الشعب يعني بكل الوسائل يعني اللي لازم باش نرفعوا من الإنتاج ونتخلصوا تدريجيا من الحاويات. يعني ربما جائحة كورونا درس للعديد من الدول في مسألة طبعا الأمن الغذائي والاكتفاء الأمن الغذائي بدرجة الأولى مع ارتفاع المدخلات الفلاحية مع ارتفاع أسعار القمح في البورصات العالمية. أستاذ عيسى منصور، الكل ربما يبحث عن هذه المادة الحيوية والمادة الغذائية المهمة. هو حتى مؤشر الفقر ومؤشر الجوع يعني يندار بنسب استهلاك الحبوب. طبعا تشوف أنت مثلا في جائحة كورونا اللي مثلا روسيا اللي اعتمدت يعني في السنة الماضية حتى حبست حتى صادراتها، يعني لأن هي تقول أن تكفي سوقها الداخلي أو لا. لك تشوف يعني لي زونجو تاع القمح يعني ما لا يضاهيه أي منتوج آخر، يعني لأن قادرين
كيفاش نستغناو على منتوجات تاع الكماليات يعني، ولكن بالنسبه للقمح اساسي لينا. ولهذا ولا دائما نقول ان تطوير شعبه الحبوب كاملا وخاصه منها شعبه القمح شيء يعني اللي لازم يعني يكون من اولويه الاولويات. نعم ولا وشيء نضيف ثاني، لان ما لازمش نقول يعني باللي لا نستطيع ان ننتج، ما دامنا ننتج القليل فبامكاننا ان ننتج الكثير يعني. هذه نحن ننتج القمح منذ آلاف السنين، ولهذا ما هوش منتوج جديد اللي نخاف منه ولا رايح نديروا يعني التجارب يعني. إنتاج القمح منذ آلاف السنين بالفعل، وكذلك نستبشر خيك كذلك باتي الأمطار. أستاذ إن شاء الله تحدثنا على الجانب، تكلمنا عن كل الجوانب، مسألة الأمطار المهمة لشعبة الحبوب الدرجة الأولى وكذلك الخضر والفواكه، نتحدث عن جوانب التي نتحدث عنها دائما في مسألة المياه ومسألة هذه الأمطار ومسألة تحديد أو توجيه هذه الأمطار أستاذ عيسى واستغلالها بالدرجة الأولى. الجزائر لا تستغل ربما الأمطار بكميات كبيرة في السنوات السابقة، ربما كيف نستغل هذه الأمطار بالنسبة للأراضي الفلاحية، خاصة نتكلموا على الهضاب ونتكلموا على سهوب الهضاب اللي موجود فيه معظم الأراضي الفلاحية اللي فيها الحبوب، سهول كذلك عموما موجودة الخضروات والفواكه، لكن الهضاب والسهوب دائما موجودة، المساحات الشاسعة حتى الصحراء اليوم موجود القمح كذلك، كيف نستغل الأمطار أستاذ عيسى منصور؟ ربما تكلمت على الجوانب التقنية دائما في منصوراتك عبر شبكات التواصل عن الاستغلال الأمثل للأمطار رشيد. والرشيد بالفعل استمثال الرشيد هو المصطلح. نعم شوف مهما تكون عندنا الثروة المائية مهما تكون عندنا ما لازمش يعني نتغروا ونقرا عندنا يعني، لان الاستعمال تاعها لازم يكون رشيد ما فيهاش يعني لا. لان الـ 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 كيفاش يقولوا لي زونجو تاع لافونير الرهانات يعني المستقبليه على الماء. الماء يعني راك تشوف برك يعني كي نهضروا يعني على التغير المناخي والاحتباس الحراري اللي دائما يعني الدول اللي راه تدير فيها دراسات كبيره يعني باش تشوف الانعكاسات السلبيه وخاصه على الفلاحه وين يكون هناك الجفاف، لان يكون فيها ارتفاع درجات الحراره كذا من المفروض ان يكون فيها جفاف وقل والقله في الامطار. ولهذا فالثروه المائيه اللي عندنا احنا ولا يعني اللي نبضوا السوتيران هذه ما نقولكش انا ما لازم ما نستعملوهاش، لا مادام عندنا لازم نستعملوها، ولكن لازم يكون فيها استعمال رشيد. نعم. طبعا لازم يكون فيها استعمال رشيد، وراني كي جبت لي انت على الزراعه في المناطق الصحراويه هنا ثاني كيكمن المشكل في استعمال المياه، لان هناك من يقول ان عندنا يعني هناك يعني المياه الجوفيه يعني ما تخلصش وذا، لا ما لازمش يعني نريزونو بهذا الفاصون هذه، لان علاش لابد من المحافظه، لان هي 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 طاقات يعني غير متجدده يعني مهما كان يعني لو كنا استنزفناها يعني مع الوقت يعني راح تنقص يعني. هناك العديد من التجارب في دول اخرى اللي وقعوا في هذا المشكل يعني اللي استعملوا يعني الاموال يعني المياه بطريقه غير عقلانيه، وللقاوها بعد 30 40 سنه وين طاحوا في مشكل يعني نقص المياه. ولهذا فنحن دائما انا اقول ان الاستعمال الرشيد للمياه لازم يكون من اولويات الاولويات نتاعنا ثاني اولويات. نعم. اولويات طبعا عيسى منصور، اذا الوزير الموارد المائيه قبل اسبوعين كان يتحدث عن حصيل اكثر 143 مليون متر مكعب من المياه في السدود على المستوى الوطني لتبلغ نسبة امتلاء هذه السدود 33%. يعني تحدثنا عن الأمطار السابقة والأمطار تواصلت الحمد لله في العديد من مناطق الوطن سواء شمال الجزائر وكذلك في الولايات الداخلية، نتحدث عن الولايات الداخلية ربما هذا ما يبشر بالخير أستاذ عيسى منصور بعد جفاف العديد من السدود في الفترات الأخيرة. نعم شوف لازم ذلك نفكر يعني في استعمال الموارد المائية الغير تقليدية يعني أيضا رانا نتناساوهم يعني مثلا أستاذ عيسى منصور. نعم مثلا تحلية مياه البحر يعني، وثانيا المياه اللي راهي ضايعة هي مياه الصرف الصحي يعني، من المفروض ان تكون عندنا يعني لي ستاسيون ديبيراسيون تاع لي زويزي بور لي زوتيليزي بوركو با في لاغريكولتور في الاندستري. كيفاش انت علاش نستعمل مياه عذبه يعني مثلا في الصناعه يعني مع التطور الموجود الان في تحليه مياه البحر؟ هناك طبعاً. تطورات كثيره في العالم لي وتكنولوجيا متطوره لتحليه مياه البحر. شوف لو كان برك يعني نكتفيو
احنا لا نقول الوطن الجزائر يعني راهي قاره ما نقدروش نكفوها كاع مياه البحر، ولكن حتى المياه الساحليه المدن الساحليه المدن الساحليه نقدروا يعني بالمياه الشرب يعني اللي نديروا، والمياه السدود هذيك اللي خصصها للفلاحه. راني قلت لك رانا هناك كميات كبيره معتبره من مياه الصرف الصحي اللي رانا مش نستغلوها، حتى وعدنا يعني هناك يعني ما كيفاش نقولوا لي ستاسيون ديبيراسيون ولكن ناقصه، لان شوف علاش معالجة. نعم طبعا، لان علاش مياه الصرف الصحي كاينه في كل بلديه، وين كاين تجمع سكاني كاين مياه صرف صحي، ولهذا من المفروض ان نستعملها وخاصه في الفلاحه والصناعه. انا نشوف يعني جوفامال كما يقولوا استعمال المياه العذبه مثلا في الصناعه يعني بولوروفروديسمون، ولا استعمال المياه العذبه مثلا في لي ستاسيون دو لافاج مثلا تاع السيارات. يعني انا نشوف باللي هنا هذا يعني خطا. طبعا من المفروض تكون فيها نظره كيفاش يقولوا استشرافيه بالنسبه لكل نعم. هذه الاشياء. نعم ربما سؤال اخير استاذ عيسى منصور، سالتك في البدايه حول هذه الامطار وحول، وكنت قلت انه لابد ان نؤكد عليه في مساله تساقط الامطار في شهري فيفري ومارس حتى نقول ان الموسم ان شاء الله الموسم انقذ بهذه ان شاء الله انقذ بهذه إن شاء الامطار. استاذ عيسى منصور شكرا جزيلا على ما قدمته في النشره الاقتصاديه، اتشرف بك وقناه الجزائر الدوليه مفتوحه لكم في مسائل الفلاحه والزراعه بدرجتي الاولى. شكرا جزيلا. اذا نواصل نشرتنا. تفاقم حجم المديونيه العامه في المغرب ليصل الى مستويات غير مسبوقه، تجاوزت نسبته 77% من الناتج الداخلي الخام، مستوى وصفته السلطات المغربية بالمقلق، معتبرة اللجوء للاستدانة الخارجية بالسبيل الحتمي لسد الحاجيات التمويلية لموازنة الدولة العام المقبل. تتهاوى مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب بتفاقم عجز الميزانية الذي سجل مستويات قياسية غير مسبوقة ناهزت 5% من الناتج الداخلي الخام، مؤشرة سلبية وإن حاولت حكومة عزيز أخانوش الجديدة بالتخفيف من وطأتها عبر طرح مسودة مشروع قانون موازنة للسنة المقبلة، إلا أن ارتفاع حجم المديونية العامة إلى مستوى وصفته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية بالمقلق يحد من الخيارات المتاحة أمام الرباط لتغطية دين عام يمثل أكثر من 76% من الناتج الخام الداخلي للمملكة. وضع اقتصادي هش يضع المملكة أمام حتمية اللجوء للاستدانة كسبيل إجباري لتغطية عجز متفاقم بلغ درجة فشلت معها خزينة أمير المؤمنين في تسديد أجور الموظفين. وهنا تتوقع الرباط اقتراض أزيد من 11 مليار دولار بعنوان السنة المقبلة باللجوء إلى السوق الداخلية لجلب نحو 9 ملايير دولار، على أن تستدين نحو 2.5 مليار دولار من هيئات مالية دولية. أرقام معلنة وأخرى مخفية أجبرت السلطات المغربية للتوجه نحو خيارات تعترف المسؤولة الأولى عن قطاع المالية في المملكة أنها صعبة، بتوجيه نفقات الدين حصرية لتغطية نفقات غير قابلة للتقليص بما فيها نفقات الموظفين والتسيير. نهاية النشرة، إلى اللقاء.